الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكيس ديتن يسقالات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وحكو سابسني هاي أمر ولاة الأمور تلاذا نمانك هاي والله فره والله أمره بالرفق إن يود مريان أون حريستان بالرعاياهم تذكي مسؤولك كيهين يو نصيحات من أخير ميران أون نصيحية والشفقة عليهم إن يودن قذان والنهي الريبد لغا ريب عن غشهم خيانة الله قيامة ولا دكرة كاس شعب كبلشد مسؤول كالغاية والتجديد عليهم الوقت كي نولش إي أمر كي أحكامته إي دقن كي مامل كالوقت كي الله يسكر ريب إي وإهمال مصالحهم إلا ضيعوا دنتوضا إي مصالح ولا يسكر ريب والغفلة عنهم إلا هالمامة ولا يسكر ريب وأن ضنب لغاية لنؤن لتينؤن لتبين وعن حوائجهم يباهض ضوء الله إسكان داتيرو وشرعه نقر ربي يوحي كسابس. قال الله تبارك وتعالى إلى يحر واخفض نبي الله ود جناحك قرب كذا لمن اتبعك من المؤمنين إن تكون رعد المؤمنين تاون حريصه وقربك ود بعي وضمقه. قال الله تعالى وقال تعالى ربي يحر إن الله يأمر بالعدل لا يحر فر يا ذاتك المسلمين تا يا آدم ورمى بالعدل قرصور يا عدالة يا ولي إحساني إلا إحسان فلو وضدك الله سما فلو وإيتاء ذي القربى قرابة وحلسي الله حريريو وينهى إله أمد وحكريب يعني الفحشاء حماها يا والمنكر دمبك يا والبغي حد قذبك يعظكم إله وإذن واننا يا لعلكم تذكرون أذوان تونتان وحماها الله إذن كريب يكريب تونتان وناقل الله إذن فرينا أذفر تونتان بعد مدنتهين. عدل وأسوء واجب في كل شيء عند العلماء وعند المسلمين شيء والباء إن لقى قرصورة وعادل لغير نقضه ولا نحن حيزته وإن لحد قدين وظلم قال الله إسكا إلى ليه وواجب في كل حال لكل أحد وعلى كل أحد صدح حالة بأسوء لقى سوري المجر وواجب على كل أحد لكل أحد في كل حال. أما الإحسان كأسوء وزيادة فضل إن أضدك أولاتي ما دو مرتبه كسر رئيس عدلقه. أما الفحشاء والمنكر والبغي وسدح دنبه إله سبحانه وتعالى وكلا صاره وكلا دوه مركة وحال الشيقة بن آدمك دور أودد بإله سبحانه وتعالى وقلي قوة شيطانية هي قوة بهيمية هي قوة سبعية هي قوة ملائكية الليلة هذا أفرت أودد بإله آدمها وقلي أفرت أودود قوة كباد والقوة الشهوانية قوة الشهوانية هو قوة اللويقة القوة البهيمية الشهوانية حيوانكو تميرها يد حارقتين حولها النول أريق اللو دقيلة وحي الربان بيكون قاقان ويسمية نفط ويحي كسود عيد دماعيان ويسمية مركة القوة البهيمية الشهوانية اللي قالها آدم مركة نفتي سو وحيابه حنحو ويشعشاي وحنفت مركا يوارك سنة يدان أطايا الدنيا دول لكن آخر وحبتر إن بيكون من منطا يكو قماميس أودا سي مركا وحيوغوه رسيدا ودتو أوي يدا إلى الفحشاء الزندة معاصدة حماها حتو يدا حنطا بنتا وحيابها أودا كو وقص بيسيك وي يريسا وحلو يقانا القوة البهيمية الشهوانية تيب الرب كب الله وانا تؤلي دت أحن ونهى النفس عن الهوى. إذن وينهى عن الفحشاء. أما المنكر والقوة على يد السبعية والدواقة دواقة إيو لباح إيو هرم عدك إيو الشبيل إيو حياب ييد إيو وحيابها عرضي أود وحكوبها بإيا أود كجرتي بضنبا وحلي القوة السبعية الغضبية مدى أيضا أمرك وحياتي كوركينيسا
in aad kheyrka dulanto dulmiga idaa un nas dilki dhici boobki awooda marka dadka had iyo goor inaad kheyrka dulanto idaa iyo dhibaato u geysato dadka kale kugu kalifaysa ama kugu yeereysa ayaa waxa loo yaqaan alquwa as-sab'iyya al-ghadabiyya munkarku marka midkaas way wuxuu ilaahay u kala waa dunuub rabbi u kala duwayo bin nadar caamilka keenaya wax dhaliya curiya ama u adeegaya bacrimiya ama kubciya koriya barbaariya marka la eegayo ama baqyuhu waa alquwa ashaytaaniya alwahmiya waa quwada kibirka xasadka isla weynanka ku dhisan weyo waa cudurka shaydaan tarafuca saddexda awoodoodoo xunxun ba aadamaha ku jirta ilaahay baqyigi baa inoo diido alquwa alwahmiya shaytaaniya ah munkarkiiba rabbi inoo diido ah munkarku waa maxay waa in aadamaha la dhibo iyo makhluuqaadka la dhibo baqyiguna waa in lagu xadgudbo kibir iyo sarayn iyo xasad alla timaado ood aaminta iyagoo dhan mid aad ka fiican tahay ka sarrayso alkibr waalcujb kaasaa keena baqyiga culuwi buu keenaa iyo sarayn iyo santaagid inaad ruuxa dhiban baa laga yaabaaba laakiin aad aaminsan inaad ka fiican tahay ka sarrayso waxba uusan ahayn uu asagu yaa daqsi aduguna aad tahay xidiga cirka maraya quwada taa keenta waxaa leeyahay alquwa ashaytaaniya alwahmiya midda iidaaga kugu yeedhaysa waa alquwa asabuciya alghadabiya midda kugu yeedhaysa naftu waxay doontaa in la iska sameeyo ee maladaadka iyo shahawaadkana waa faxshoo zinada kuu ka tahay oo alquwa waxaa layaqaan yidhahdaa ah albahimiya shahwaaniya maxaa soo dhay quwada afraad alquwa alcaqlaaniya qolyaha ku sheegay qolyaha alquwa almalaa'ikiya dhahaanoo waa taa iyadoo ma baahna marka in lagaa reebo khayr bay kugu yeedhaa waa midda caqliga ku salaysan yahay ee nuuraaniga ah ee xagga rabbi ka yimid ee ruuxdu ku duuban tahay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruux min amri rabbi quwada marka in la kobciyo mooyaan iyadu wax dhibaa ma keentaba inaad kordhisan baa lagaa rabaa oo xagga malaa'igta u dhowaato kuwa marka aafada keenaya quwadii xayawaaniyada ahayd ee bahiimiga ahayd iyo tii shaydaaniga iyo wahmiga ahayd iyo tii dugaaga iyo bahalnimada ahayd buu ilahay nagala hadlay wayanaa can ilfaxshaai waalmunkari waalbaqi sidaasuu rabbi u kala qaaday dunuubtii oo isku miduu rabbi kala duwahaya mid walba dhibkiisa iyo meeshuu ka soo fulo marka la fiiriyo وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال سمعت اذا مركه ما اهم مترادفان ما ومعاني كلا دوان من حيث الجمله ان بدنوب يا معاصي يا كبائر يا كفريات كيهين مركه ميد ولبا اسكي لو فيريو لكن سي كلا وي كلا دوان يين ساس القران كحو كلا دوايا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال صحابه وحوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسغلا مقل كلكم دمانتين راع ومسؤول حلب الله ساري naftiisa koobka oo la raacsaday ummad buu gacanta ku hayaa wa kullukum dhammaantiina mas'uulun waa la weydiinaya can raciyati wixii la raaciyay baa la weydiinayo su'aalaha ka iman aakhari adduunba nabigu tafsiil ayuu la yimid bacda ijmaalin alimaamu raacin madaxweynuhu waa mas'uul yacnii waa adhi jiri saa darteed ba jamaaca min asalaf umarada markay u galaan dhihi jireen assalaamu calaykum aw assalaamu calayka ayuha alajiir أيها الأجير أمير ما أجير بيكو سلامي تري أو مسلم القرساني باقم داني كو سلامي معاوي انتو أصوى قالي السلام عليك أيها الأجير بور ورقاسة لقلب اللي ورمح الله ده وحالله اللي صوى ما مدحويني يا خليفك معاوي رداية بل أساقا قرنها يوحي كوا ده داية كبو دينا وواني يا مركو حول أمدان قوسار بطوطاي وقالوا قرع صدي أمير وحبك مجران فأنت الأجير qawsaar xiraalo qaataa tahay oo ilaa min allah xiraal lagaa siiday waa dad hagaajiso haddaad xumaysana si u lagugu wado diirqab ah ayaa lagugu bunsho bixin laf iyo ludugu kula saari oo akhara lagaa shaqaynaya fa anta ajiirun walasta biamiirin buu ku yidhi marka amiir lagu yidhahdo moogta xoogow nafta ku yar afuufi waxbaad seer moodi oo shaarka kula weynaan oo waad buufsami laakiin ma kula waxaa tahay qawsaar ajiir baa tahay wax la raac adhi jir baa tahay xoolo dhaqaa tahay haddaadan marka uun iscelinintaad xanaaqadaad ninkii warkaa yidhi aad kala baxaysaa xaqiiqduna waa sidaa xaqiiqduna waa sidaas waa mas-uuliyad iyo xil wey
الإمام نينك مدحوينها راعي وحال الرعس ذي ضدك ومسؤولك ومسؤول وأن لو يديني عن رعية حولي للرعين وأن لو يديني والرجل نينك الرق أنا راعنا صغنا وحال الرعس ذي في أهل أهل كسيب الرعي راعي ومسؤول وحال في أهل ريركيس عرطة ذي حاس كذا كطهي مسؤول لقول راعي لابتركاذ ومسؤول وأن لو يديني عن رعية حلك اللودي بين وأن لو يديني والمرة هو ينيده راعية أيضا ومسؤولة وحافظة إلى لسر دور طوي دور رئيسة في بيت زوجها ننك إذا قرقي سوى مسؤولة وأنا لو يدين دون عن رعيتها حلك اللي ودي بنا والبا مسؤولية مال بيوتشوك تاوان لغل حساب تما يابو نبي عليه الصلاة والسلام والخادم ننك قعيرها ذيقها أنا راعنا سونا وإلى لي يدوروي في مال سيده مالك واسكيسي مسؤول كيسي ومسؤول ولا ويدين يا عن رعيتي وعلى الرعس تبع لا ويدين وكلكم راع ومسؤول عن رعيتي نبي جمله كو بالله كو غبا غبايه تفصيل لو دحيسيه لبد جمله فاتحه يا خاتمه انت كدحيسه متفق عليه وعن كسومر حديث باب كي سودونيا شناد بين كسومر غبا غودنا وحا وي نو ولبا مسؤوليه مال بي جوقتا مسؤوليه ايدا وان لغا سوبخو وإن لغا صوبحو ولغد دالو آدمه حل أي سماواتك إيا دولالك إيا قوية إيا بورو عيدي عراء ديدن بوقاتي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ الأمانة ما كان صور تفاسير السلف هي المسؤولية حلوة حل عربادي ذي أرول بادي ذي أقوي بور بادي ذي عيدي عردي ذي آدم وحي أنا قاضية المسؤولية أما أنا ظل أبو شيء مسؤولية حل كات قادرة وحتى لذين إله واحد نفرت أنا قال الله إيمانا إنه وحي آد نقربت أنا قال كهرينا هذه الأمانة أداء الفرائض واجتناب النواهب أمانة ومسؤولية وحي آدمه دونك أورتين حلك إن يقاضان ولا حساب تمو وحي آدم وحي إله وأن لا يمنع وأنا أنا حساب وأن قربنا ثواب كيسي حمي أن كتقنا ثواب كيسي وحي أن كل عن الدم بأن ولا حساب تن هذه المسؤولية مسؤولية دا سين وقبتا مسؤولية دا وحين وقبتا هل قضب كليا نقول قبطها مسؤولية ده إن ثواب لغو سيو دنبه لغو لا حساب تما لغو عقابه لك لقوسته ميس لغو كلقاته بوك لغو كلقاته ديواني يحفظ لغو كلقاته وحن نقول قبطها القصد والاختيار وهذا من فضل الله سبحانه ورحمته على الناس وي. إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون انغو انت سو دريجينا يدي مسؤوليه انغا قادنا و خيرديده انغا او ديارا دول و خديده انغا قادينا ادمه في عن نقنين و خا لو ميل سارينا ثواب بان كارنا يا جنو هدان شقيسو ندي كلي نلا حسابتن احنا نو عفين انغا ان دا سو عدينا بن ادم سو الى ديك سو متقاد ايدو سدا تايب الله نو نحرستو و لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كسبك يا عملك آدمه التكليف كحرانيا وحكي كسليسين لبدا قلوبك لي شيء انا دورته أن لقدرقين أن قصد سمينتي فقط بقول والله يا ماي أنا خيار كي كسمي وحنا الثمين سمو قصدها ويبلابت أما ندي كلا جوسي قبل اللوبي قلم التكليف أنت سوك حرية أظن في عالم الذر أما نتون كوسورتي سيد آية ضاد إنه شن آية الأحزاب حق النقاسيد وحي دورتي أون لقصب oo iski gaalnimo ugu dhufleeyo waxa leedeen muslim weeye ka daayay cudur darb u leh sama su'aafama aw amaanada markuu ayay wuxuu soo ballan qaaday fi caalam dar
inuu shirkiga ka fogaado tawxiidna uu la yimaado lagula xisaabtamo khiyaar iyo caqli baa la siiyey kas buu samaynaya wuu qasdayaa qur-aankaa laguma hayo lama dirqinayo markuu ku dhuf leeyo ya wadaaddan waxay leeyihin koofiyadda weli lagama qaadi karo muslim weeye ilaahay keyrkii buu caabudahayaa ilaahay buu shariigeelahayaa xaqi rabbi buu ku haystaa idan ammaanadu labada rugna bay ku taagan tahay ma qalam takliif la marayo wixii intaa ka soo dhaya majaaniinta iyo caruurta la saaro waa min baab khitaab alwadci min baab alcadli jubraangu weeye iyo nuqsaanta la kabaya haddee waa maxay ilmayro xalay dhashay baa lugihii birbir ka siiyey telefoonkii buu kaa tuuray wuu jabay telefoonkaa jabay dandhowgiisa anig khasaari dhaawac ba ay gaadheen meel la saaro u baahan yahay manaa lay saari mise hawadaa la saaray mise ninkan cagabidhleeye baa la saaraya intaas sharcadu waxay tidhi yuusan u qastin yuusan mukallaf ba noqonin ha cagabidhleeyo laakiin dhibkan gaadhay aadam wax ma cafiye ninkan dhibkiisa waa in la saaro kan cagabidhleynaya xuliisa laga bixin aabihii baa laga bixin tolkaa bixinay dhib aadama gaadhay ma lama cafiyo sidii suba ruuxun baa la saari lahaa kee ugu dhow marka kii uu gacanta ku qatalmay khitaab alwadcigu waa sidaa isagu takliif shuqul kuma lahaa waa aadamaha dhaawici gaadhay baa la kabayaa waa dhibkii baa laga caawinayaa hadduu cafiyo khayr hadduu cafin waayo wixii ku dhego haddii ma arkeen yeelkadaadi anagma anaga qaadayna aday kugu dhacday iska bixi weeye ama qalamu takliif labadaas ku dhisan yahay alikhtiyaaru waalqasd marka xadiidku asalkaasuu ka hadlaya ruux walba mas-uul wey waa raaci xil baa saaran waa damiin waa lagula xisaabtamaya xilka allah inoo fuday isaga awood leh wacan abi caliyin radia allahu tacaala canhu macaqli ibn yasaar almuzani abu yasaarna waa la yidhaahdaa abu cabdullaahina waa la abu caliyina waa la yidhaahdaa saddexda kunyaba uu leeyahay imaamka saxaabiga bacdu nusakh ba hoosta waxay ku qorayeen ku yimaada abu yacla abu yacla kunya la yaqaana ma ah kutubu tawaarikh wasiyar iyo tarjamada saxaabiga wax ku sheegay abu yacla ma arag dadka muxaqan hoos uu tilmaamaya kunyooyinka loo yaqaana waa abu cabdillaah abu yasaar iyo abu cali saddexdaa kunya loo yaqaana oo saddex wiilow kaa dhalay ahaa qaala wuxuu ihi saxaabigaa samictu rasuulla sal alay slam rasuulka ilah baan maqlay yaquulu leh maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu ilaahay uu raacsanayo mas-uul oga dhigayo raciyatan bulsho iyo dad la raaco oo mas-uul la ilaaliyo dhowrto la dhowro yamuutu dhimanaya yowma yamuutu maalinkuu geeriyoonayo wahuwa ghaashun asagoo dhakray wahuwa ghaashun ghaashinna dhima laha liraciyatii asagoo marka dhakray oo khaa'imay raciyadii la raacsaday ilaa hadduu addoonkaa jiro addoon maa min cabdin yastarciihi illaahu raciya waa nakira fi siyaaqi nafi ayu racaaya baa soo gelaya qallad aw kathurat ha badnaato ha yaraato laba wiil mas-uul ka noqo hal ruux naftaada yamuutu yowma yamuutu wahuwa ghaashun asagoo khaa'imay oon u khayr miirin alghishu huna waa diddu nasiixa ruuxa muslimka waxaa la rabaa sida ugu roon inaad u yeesho dantiisa diineed ay ugu jirto yuusa isaguba garanin adaa garanay aday ku saaran tahay haddaad ka qariiso mid baa kuyin xuugooniyo waxaan rabaa inaan ganacsi bilaabo bal ila tali howladu marka aad gacanta kula jirtood xoogow beycabaale ka helaysay yuu ana waa bilaabahaya markaas maye meesha beryahan waa wax fiican ma fiicinee bal meel heblo meelahaas biraha iyo spare partiga iyo meelahaasa wax lagu sheegahaya waxaad ka leexinaysaa qamiisyaha iyo koofiyado laga faa'iido dukaamahooda ay qolyahooda adaha gurtaan ka warrama waa khayaano waa qishi waa dembi kabiira min alkabaa'ir inaad u khayr miritaad raba xataa tuusan ogan u sheegto haddii kale waxaad noqonaysaa qaashi ilaa ninka hadduu jeeda xarama allahu calayhi aljanna ilaahay baa jannada ka xarima janna mamnuuc bay ka tahay mutafaqun calayh wa min xadiidi alwaciid laa tufassar walaa tuawal sidaasaa lagu maraya tumaru kamaa jaa'at min gayri tafsiirin walaa ta'wiil wa fii riwaaya riwaaya waxaa ku yimid falam yaxutha aan ku hareeraynin aan ku geedaamin aan ku dhowrin racyadii binusxihi tala wanaagiisa tala wanaagsan u khayr miiridiisa falam yaxutha
raciyada aan ku dhowrin xawdka dawa darbiga iyo deyrka lagu sameynayo ee ninka mas'uulka waxa la rabaa adiga ninka la joogo muxuu sameeyaa wuu ilaalinayaa xagga ka istaagay xagga ku wadadan mari meesha u fiican mari meel ay wax ka cabaan ceelkiige meel darin wanaagsan shacabkuna saasaa laga rabaa falam yaxuta aan ku hareereynin binusxi khayr miridiisi iyo tala wanaagiisi lam yajid ma helo raaixata aljanna jannada carafteeda ma helo markuu wanaagooda ku farxi waayo oo dhowri waayey asaguna sankiisa uduga iyo carafta jannada ursan mayso macnaha waa maxay ma galo weey jana yaa ursada carabteeda ayaa hela ninka ag dhowaaday sagadhkeeda soo mari maayo وفي رواية لمسلم رواية مسلم حكوين ما من أمير مسؤول مجر يلي قعنت كل جاية أمور المسلمين مسلمين تأرمضوا أرمضوا أرن كمدة ما من أمير يلي تولينا يا مسؤول كن قونا يا أمور المسلم مسلمين تتلاذوا ذا ثم لا يجهد أن أدى ذلك إنهم كل بتقول بتوني اللهم يا أقول بتوني وأنا أقول بتوتو ديد كذا يحوق هذا يحول هذا اي حيلاد داد اي مرقاد ادو استعماش ايغا واناقود وحتركود هرمرنتود كبعنتود دورد الدين كود اي علمتيس كواهد وحي امر ايهين ومحميال ايهين اي مسؤولين اني ندوميان دين كان اغا بابئيان نكلا توران سوكا يدران ان اسعنو اسرقنو اسرامسنو وحكا سهران لوايو نمان با اتاقن با ونمان كادو كورن دي جر نمان كاوين مش لو ارك لو دله في الحل والحرب اعتراض انه حسين هو والان هي لو كون يو تضواد مس لخد باي باي اسك داي ايغو صدخ با ايدين تاغ لان لان كو دمه قيمه راهيا انت اصل سيك لو ودا فرقبيل حقوق قوف ايو بير ايو غبر ان اسكو دي جيراد وخ مريسا ها iyadoo la diimeeyay la qorsheeyay la sharci gareeyay madaxweynaha loo wadaado duub waaweyn horbici loo sameeyay taa waxay naga soo reebi alloon baa garan thumma laa yajhadu an u dhibtoonin lahum ayaga u dadaalaynin u rafaadayna ayaga waxtarkood iyo wanaagooda wayansaxu lahum an u khayrmeyraynin talada u wanaagsan kula talinayna xagga diineed ilaa haduu jiro amirkaasi lam yadkhul ma galo macahum muslimiinta la jirankooda aljanna janna ma galo أستغي أن مسلمين الجنة وذقالي مهيان ومن حديث الوعيد مذهب السلف الصالح جمهور تدساس قبان أحمد علي المديني يحمد سعيد سفيان الثوري ابن عيينة جماعة محيدة وكان نصوص الصفات تمر كما جاءت لئلا يخف وقع الزجر والنهي والوعيد وحالة الدنيا إنه دبعوه فوضاده دخر كأيه عليس كأوليه النهي وعيد كأوليه waxaa loo jeedaa mustaxilka banay iska daawo bicinbadaas caqiidaana ku noqoto ruuxa muslimka haduu dembi ku dhaco dembigaana uusan banaysan kuma gaaloobayo caqiidaa ku ahaato khilaafan lil khawaarij wal wa'idiyya laakiin naskaad wax baa leexinin sidiisa umar muslimku ha maqlo caamigu ha maqlo dalabadu ha maqlo ninki sidaa yeelana muslimiinta jannada lama gelayo shariicadu waxay sidaa u tiri إن نبي محمد وأفصح الناس وأرحم الخلق بالخلق وحاوي أن أعلمهم بالحق وأقولهم وأنصحهم وي مركة وحساوي أن ضنتها كجرة الدينية الله مفوضي هاو بحن لكن عقيدة أهان آمن دنبقوا هدوسا كفر أهين روح مسلم كا هدو النار كمتو إيه نكما واروه نارتا هل كاتاك دو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إذن مسؤولية أنت إذن أنت عليس كذا ابو النبي ندرين سينية وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا رسولك إلهي وقرق إيقان حجرة أنو أن دقنا كل أن مقلي اللهم من ولي من أمر المسلمين الله إلهي ونك قبت أرنك مسلمين ت شيء وحون كقبت وحون مسؤولية أنت دون هالكاته فشق عليهم لبه ومسؤوليته كل دبا أو حلك كل دبا أيه كغش قيسته كل دلا كمش حلك الجدان وأديه وايسي ونعكسن فشقق عليه الله أصلاً قوات كي الدنيا آخرة با وهبار النبي محمد إله أذون أدون قوات كي محكوس عن مشرو محكوس عن مشرو ومن ولي من أمر المسلمين عفوا من أمر أمتي
ninki qabta arinka ummadayda shay wuxuu ka qabtay xil haba yaraada ha weynaado farafaqa bihim u dhimriya u naxariista u adeega farfuq bihi alla u dhimra asagoo u naxariiso duca nabi waa sidaaba idan maashu waxa weeye waa in bulshada loo danqado loo daneeyo ayada laga warqabo waa mas-uuliyad waa cibaado waa alla u dhawaasho waa qurbo in loo adeego si dacda looga adeego in laga danaystana waa dembiya kabiiro in lagu dhibo xilkoodina waa ka sii daran tahayba in la qaban waayo la dayacaaba laga hadlaayey intii ayaga lagu dhibo oo ayaga lagu baadho oo lagu baabiyo oo lagu dulmiyo kaba sii daran rawaahu muslim ninka xirfad ka dhigtana uu ku gaaloobaya hadda goor baa idiin sheegay waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar xanafiya yidhi shaaficiya badan baa ku taageeray walxaqu kamaa qaaluhu waxay sheegeen baa sax ah dunuubta iyo macaasida ninka shaqiya meherad ka dhigta ka warrama kuwa soo maydan arag hadda shaqo ka dhigto ku soo caanbaxaba in la isfeero mulaakamada ibir lacag lagu kala qaato almulaakama ka warrama nimanu muslimiin sheegtaa u waaweyn u feero waaweyn dadka laaya kii hore maxaa ingiriiska magtaysan soo maahayn ya soo islaan ma sheeganayn mid kaloo maraykan hawada soo baxay oo Soomaaliya maxaa Tyson Fury baan maqlahay aye waxa wada feeraha weyn ee dadka leeyahay muslimiin badan yihiin idan adiyatu nnas dadka in la dhib hadaad meherad iyo shaqo ka dhigato faqad ka farti xanafiyiin aadee heesta xun ee kharriban ee taqaanan ee fanka iyo suwanka hadda la yidhaahdo gabadha ka dhigata shaqada ka warrama fannaanka ma huwa xukm alfannaan ana suwaydiinno ah fannaannimo fanki iyo suugaanka waa lagu leeyahay oo kufri macsiyadu inay shaawiyo qalab intay ku geysa aad ku dhacdo hadhowna adoo qob gariir qaba ama ilaahay rajayn kuu dambi dhaafaa la rabaa inaad ku dhacdee oo lagu badbaadaayay oo kufri lagaga badbaadaa hadaad ula timaadaba sidaadoo biyo cabahaya canjeero lagu soo dhigay u qooshanaya ku xaragoonaya dareen bawsan kugu jirin khawf iyo rajo iyo cabsi min daba ay kugu jirin ninka aad warkadaan aad la yaabi rabaadiye xajari ah wadaad dib u socda hadhaa u arkaya idan waa kufri gaalnimo wey iska ilaaliya hawsha ul sahlan maaha ribada qolyan kenya ka shaqeeya ka waram wuxuu baranayaa sistamka tijaarada qaybta ribada sida loo maamulo interestka dadka loo saaro wuuna ka shaqeeyaa igud bangi buu soo fadhiyaa bakalsa bangi buu soo fadhiyaa maxaad galidiin indhaha kala qaada dhagahana fura hawsha hawl sahlan ma ah haweenka in mudmudow la cadeeyo xasan oo kale la cadeeyo bafta laga dhigo ka shaqeeya haye ka warrama wa fahma hawsha iska ilaali waman ittakhadha almacsiyata xirfatan faqad kafar waxay maalikii ku misaali caafu xanaf ku misaaliyeen dowladaha jaa'iriinta in ciidan loo noqdo wakal mughanniyati washurati fi hukm fi wilayat aljawr bulis maayo ciidanka dowladaha jaa'iriinta ku horan ka hadlayna ku waa gaale bulis loo noqdo bulis muxuu qabtaa nin jaa'ir oo daalim oo faajir ah oo umada halka ku dhagan beerkana kaga fadhiya ninka ciidan u noqdo muxuu ka shaqeeyaa ifaham aan ismaana raba he dulmiga ninka aan buu shaqo ka dhiganaya kuna ga taageeraya wax kale ma qabto ku faanahaya anshur qaadaha shaqo ka dhigta wadaadkii jasaas asagu kitaabka saxkaan quraanka baab dheer buu kaga hadlay waa gaalo yiri kuwaas intaan yuhuudiya nasaa lagu duulina nimanka dadka canshuurta ka qaaday meelaha fadhi in lagu jihaada ka khayr badan buu yiri yani hawshu saad mooyeysaan ma waxaad maqasheen oo keliya waxaa ka mid a min usuuli ahli sunna waljamaaca annana laa nukafiru axadan bidambin maa lam yastaxilla yastaxilla maxay tahay isheg yastaxilla maxaa laga wadaa alistixlaalu laa yakuunu ilaa bilficli
ogaada been weeye ninkii istixaalku waa ictiqaad waa beenaale waa mubtadic aan ku soconin calaa usuul ahli sunna wal jamaaca iska ogaada hawsha lagu khaldami rag culimada fiican oon jecelahay baa warkaa ka soo baxay waanu awilaynaa laanoo meelo kale ay ku sheegeen ma dhici karto ruuxa aadamaha ah wuxuu og yahay inuu xaaraan yahay inuu bannaysto ma dhici karto waa mustaxiil tusaale gaaban waxaad ogtaa aw xasaan inaan ahay ma aamini karta awgeed inaan ahay run ii sheega waxaad ogtaan waxa waa miis alwaax laga sameeyey waana hubtaa ma aamini kartaa waxa inuu caag yahay maanta inay khamiistaad ogtahay inay jimcata ma aamini kartaa waa naqidaan laa yajtamicaan shaikhul islaam wuxuu yihi fi tascinia laa yumkinu an yactaqida almar'u khilaafa maa yaclamuh wahada macluuma bidaruurati alcaqli waalxisi buu ihi ka akhriya tascciniyada hadalkiisu macnihiisu saasu ahaa khilaafa maa yaclamu laa yumkin an yactaqida almar'u khilaafa maa yaclamu khilaafa maa yaclamu waxaad og tahay sidaa inuu yahay si ka bedela ma aamini kartid laakiin been waad sheegi kartaa ninka waa kuma waa hebel hebel mayaan aqaana been hadda been laakiin fi qiraati nafsiga hoostaada maxaa ku jira abadan ma ictiqaadin kartid mana aamini kartid waxaad ogeyd waxaan ka ahay cirka inuu naga sareeyaad ogtahay ma aamini kartid inuu naga hooseeyo abadan idan maa lam yastaxila isku ogaada waa laydinku khaldaa maa lam ictiqaad shuqul kuma laha waa ficil wa an tafcala alxaraama ficla alxalaali min gayri taxarujin wala mubaalaa haddaad ictiqaad ku fasirto faqad tanaaqadta wajamacta bayna anaqiidayni wakhaalafta adaruuriyaat alcaqliyata waalnaqliyata waalxisiya ma dhici karto bidaliil ruuxa muslimka shaygan dembiga hadduusan ogeyn inuu xaaraan yahay zinadu inay xaaraan tahay ma dhowd baan soo islaamay ribada inay xaaraan tahay maba ogi matalan beentu inay xaaraan tahay ma ogi khamrada inay xaaraan tahay ma ogi waan iska fuuday marna oomahay rabbi inuu xarimay kufr kuma dhicin oo gaalnimo xataa dembi kuma dhicin ogaada aljahlu bisharaa'ici laysa kufran walaa danban inuu markaa tafriid kaliya halka lagugu eedeeyo mooye goormaa la yidhaahdaa ruuxii dembiga wuu bannaystay ama wuu xalaashay loodhanayo waa markaad og tahay anna allaha qad xarama azinaa waalriba waalkhamra baad og tahay aayadaha qur-aankaa taqaana axaadiisaa taqaana ijmaacu lmuslimiin indhahad kale aysa dhawa waad og tahay adoo garanaya in ilaahay xarimay hawshaana ka warqaba ma aamini karta inay xalaal kuu tahay ifansiya laa yumkinu an yactaqida almar'u khilaafa maa yaclamuhu laa yumkin waxaan ogahay ana allaha qad xarama azina hada macluumun cindi ma dhici karta an actaqida inay zinadu xalaal tahay abada ma dhici karto waa maxay goormaa lenu zinadi waa xalaalaysata waxaa markaan oola imaado oon oola dhaqma zinadii una sameeyo sidii riix ruux xaaskiisa u galmoonayo oo gabadhiisii ku dhaqmaadayo oo kale u dhaqmaado ficilkayga ay tusay waxa inaan bannaysanayo qaabkan oola imanayo sarig la'aanta xishood la'aanta danqasha la'aanta cabsi la'aanta idan yaa ku tusaya maha ictiqaad ninkii ictiqaad ku fasiray waa jahmi waa ashcari waa maturidi waa shaydaan kale waa nin aan wax badan fahamsanayn waa nin war la soo guriyey celceliya laakiin aan masalada hoos u fiirinin wey ogaada hawsha iyadaa alistixlaal laa yakunu ilaa bilficli lana acmaal aljawaarix xagee u laabataa markaad ictiqaad tidhaahdo acmaal jawaarix waxaad u celisay qawl qalbi aad u celisay wa hada khata'un jasiim afcaalu jawaarix waxay u laabataa macsiyadu ficil bay ka dhacdaa fal bay ka dhacdaa afcaalu jawaarix waxay u laabataa camal alqalbi bay u laabataa istixlaalku waa camalun qalbiyun yudhiruhu ficlun dhaahiriyun jaarixiyun shuqul kuma laha qawl qalbi
اعتقادك اسك الى ليه بحثي كل واحد انا اسعن بان قال لكن هو شو هذا خطا وي ادسك الى ليه. رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل ابن اسرائيل وحي هاي تصوص مول انبياء انبياء ما مرجرتي السياسه عند العلماء والقيام على الشيء بما يصلحه القيام على الشيء بما يصلحه شيء قد ما مولى سيد غانت كو هيسو وخي دنتيسه وناجينيه بلايا ان لا تما دود سو كدقدا ليداه مسلمين السياسه دو ما هي ما هي سياسه المسلمين وادنيه لوو مامله كتابك ربغي وسياسه الدنيا بالدين الدين كان او لوو مامله كتابك ربغي الا له الخلق وانك والامر طلد اسكاله كون كان الله إسكال وأدومه حكم كل قوم ما من لا أسرع سود شيء لا خالق إلا الله صدق ولا محن الله حاكم إلا الله سياسة عن سياسة شرعين ما جرته ويحكرونه وكفر يقلمه كانت بنو إسرائيل بس لو حياة صوصهم الأنبياء وعينا سياسي النظام كقصاب سواء إنه فرمود كتب تأخر إذا ده كلا قادر وحيابها كان هذا يقول مسلمين تقول عام فاجرة يعني اللي سوء إرجست يقوسار قالوا نهر يستاقوا ولاديه بابا مامولك يطلدي إدارة المسلمين تقول شغل بكل هاي أي بابا هوش قلوا التمينين أي بابا من دين يقربوا هوش واركينين مسلمين تقول انت والله قبطوا لقوما من كتابك ربك وامي أفضل القربات لله سبحانه وتعالى بأي لحظة حق إنه يكتمد ما يعلق إنه مكانس كفر يستيه وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن انتو ذيك الفاتحين مثل لقصة تشيزو هذا انا فاتح ما هي برون باي مريزا برون شلك اللي قلت قايا على سكول الله يومد يلقوا باب بينا ايه وعيقين انده كورو قادو كالفورا ومد هاوش ذا الله سعود كانت بنو اسرائيل يعقوب عليه ورسي سوي هي بنو اسرائيل وحيها ان تصوصهم الانبياء انبياء ما مول جرتي وكتابك ربي يكون ما مول جرتي كلما هلك النبي مركز تو النبي حجاب تو خلفه النبي نبي كلا دم مرجر وكسم الجري نفس الشيء هو مركي انبياء النبي دينتي احوغ دوغودو او ددكو اي وقت كو ديرادو لا هلمامو نبي عصب لا سو درجرو بورك كشف شرعاد اي مامولك نظامك او تبتي هورو وناس امده كو عليا مسلمين تونسية صلى الله عليه وسلم نظام إسلامي أودو مثل عصبوين لكيرو ديب الله نقضو وإنه لا نبي بعدي أنو نبي حن أنو قدر شيء نبي مشره لكن أنبياء ربنا إسرائيل متلا إيمانا يهدي يقول حلك قبانا إياه كو مر قدر يغادر كفة قدر يكو سودة وادبا وإنه لا نبي بعد أنك قدر شيء نبي مشره وسيكون بعد وحاوندون خلفاء عني وإنما أنا خليفي وسيسمي له وطلد قوان دونه خلفاء ومدحوين ياله فيكثر وانا بدن دونان قالوا حدا سحبت فما تأمر النبي الله هذا سيدا تو النبي كادم بين قذا شان ضد انبياء هاين معصومين ومضى طلد قوان دونان محاد نفر يساوي قال نبي حور اوفوا اوفي بيعه الاول فالاول اوفوا اوفي يعني كي أوري بلن كي زي عهد كي حقي زي سيا السمع والطاعة إذن كون أمر قاطع أكب بحنا قرب استاجا أوفو جدا ويا بيعة الأول فالأول كبكو كهري أمر كي سيا لا ليس ما قرب أردي كرو مسلمين تلام الحين ما يلان كران ما يلان كران وإجماع المسلمين شافع بسوقري في الرسالة مسلمين تأني كو إجماعين إن يسيلان كرين ضدك مسلمين تهل مدحون وحكبضا الشافعي في الأم أبو نعيم بسوقوري في تثبيت الإمامة أبو محمد بن حزم بسوقوري وكذلك النووي باتفاق المسلمين اجمعوا سوقوري يعني علماء الرم بسوقوري مسألة خلافية معها ومسألة إجماعية المسلمين تطلعوا ما قيب سمي كرتوا هل إن يشاء
يورب يا قلبيد يا بري أفريقيا إلى ألاسكا وإن هل مذحون مسلم وكتاليو هذا ما قيب سمي كرير نو كبر طوريار يدي سيال بمرها وجو جو كر لكن مذحون وامد أودنا الكاسك حرنتا واعتزم بحبلة جميعا ولا تفرقوا مرضين قيب سنة لوكلتك ثم أعطوهم سي حقهم حق سي السمع وطاعة مقلوه جانسما تلاضوا واسأل الله إلهي ويديست الذي حق لكم إنكم الله إذن ربي ويديست أضيح إحضان سيدة ربتين نقوم وآيان أضو القاتل من ماذا يدولد دا يسلاني ماذا أسكاليه يقبان أيام با خير بضاني انت قال لما وقرعها أضو القاتل يعني لها حماك لها الله يعني أكب حين الله قال من لكن آموسا ما نبي حق الله شيء وليه ورامبو ينوشي لي ونمان دون حديك من سعود قل لها سيدة الدين كبحي أمحما هذا فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس ذلك من الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن فإن الله سبحانه وتعالى سائلهم ألا ويدينك لا حساب تمي عما استرعاهم وحر عصدي حلكي ألا ويدين حق الدون صدي ألا ويدين حساب ربي أطال إذنكو حقنا أشيوا أمر بالمعروف نهي عن المقلدة بتاقنا هذا أساقنا حكوب بحينا ودولد ديان لدو مني بالمناسبة نظامك الدولي يدولد حكوماتك مقصد بامس ووصيله إنها كلق هذا. ما أشيد إن الحقيقي أي لازم تهيبا مسوى أذيجي وحوا أذيجية. وأذيجي دولته وأذيجته ووصيله مقصد معها. مقصدك أشيدته وحوى كتاب ربك إنه تليه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. كتابك إنه تليه وحكمك إلهي فلو. أنت إنك لفلو يالبان أذيجي يال. مدحوينه وأذيق واشا قال الله قطلق لي كتابك ربك نظامك إسلامك إنه حقها أرده وبيده ومضه وكم مامله هذا تصير هذا كتابك هذه هي شرعي اللي سكم مامله ما هو نظامك إلا الدمي وواجب إلا الدمي ولا يقول بذلك مسلم اسكوا هذا كتابك ربك دوسا تلينين مامولك إلا جمي وواجب إلا خلعي وواجب إلا قبح وواجب حابتكم وحوري وذاتك أخذ اللطفناء سوى حمقت كي يمكسي زواسك وهولك لي وعيور مغوشة كهاللهي إن لغب حقوق لدمي وواجب إجماعا فمن قدر على ذلك فله الثواب ومن داهن فقد أثم ومن عجز فيجب عليه الهجرة من تلك الأرض بول وركز وبساس با إن لغب حقوق لدمي وواجب نظامك ننكي كاري هوشا لي ما دي الدمية وحولي أجر كيسبو لي نن الرقرقي بنانكو يا الله ننكي أين يده الدنبي لده ننكي تلابا قادوا ويوميشا أن وحبك قبن كارين حواجبك أبول دلك وإنو كيه جرودو عرر ملك لآدو كتابك ربك يدو التلين وإن نظامك أو حسن لدمية ماها وكفر اسكي إلالي وإن لدمية واجب كتابك دوس التلين وحسو عني متشلو وايدين شيء هذا تصوح فهنتان إن ده تكلا قادل هايدين هذا ضرب بعدين كشيء كي يقوليه ريم اللي باري هندية كسو قاي وأقول برتغوس كسو الدولي نمان سيخ وبودي وبخت أميش وقبضنا مسلمين بضنا واجوجي رقم في جا في الجاهلية وحيلة هايين إيو أنت إسلام كعب حين برقم وحيلين كقيسان أولي نينك بقر كأهداد قبطه نينك بقر كذا آمن نبضون كذا أهداد عن كل كتو intay gabar ka nooshay dagaalamayaan heshiis ma ogolo ma miirsadaan gol xubkii turay loo ordaayaan hawada tibtay loo ordi gabadhu ka shay loo ordi ilaa dhamaadaan ama ay ogaaskooda soo deystaan wax kala ma yeelan portugiiski iyo waagay soo duulay ayagoo qoonin beer heerka waxay bilaabeen inay duqayda ka xirxiraan ibar baa laga dhigay marka wax wada xiyaa ah wada xeeraansan baa gala haweenki baa ku habsada caruurti baa فلارك لا داشي وررك المحوقة وحال رجل مدة قانديه تضربته أيق الله شعبك الله هذا لكن المسؤول هتابني هحرر وذلك حمزة من الإباري فقيه شافعي وعيلي مسلمين تنمان كان تيكود ضيضان بيئة هيد
ilaa kitaabkooda uu talinayo inay iyaguna waashaan banaanka laga mari lahaa buuri sida banaanka looga maray buudihii siikh iyo baqtigii banaanka looga maray meeshaad isdegtaan kitaabka meeshaad dhigtaan baad ku xukumantiin kitaabka rabbiga aduun istalinayn aduun ma jirayo inaguna muslimiin ma nihin haddaan tabar weyno waa masalo kale laakiin haddaan kitaabka un talinay nidaamka in la dumiyo ma aha waa khalad inaad aamintaanna waa khalad labaad inaad diin moodaanna waa gaalnimo kale iska ilaaliya hawsha ayadaa adduunka maxaad u joogtaan inaa ilaahay caabudaan ilaahay la caabudo maxaa ugu weyn ya kitaabkiisoo taliya lagu dhaqmo ya xudayfa tacallam kitaab allaahi watabic maa fiihi maxaalo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliyaa qaliilan maa tadakkaruun uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fattabica walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun innahum lan yughnu canka min allahi shay'a waan ixkum baynahum bima anzala walaa tattabic ahwaahum waxdarhum an yaftinuunka can bacdi maa anzala allahu ilayk kitaabku asagaa asal ah maamul la'aan baad iska noolaydeen iyo idinkoon wax idiin dhexeeya jirin balabaadkiinni iyo malaaqiinni iyo ismadiinni baad iska hoos joogteen nidaamka laydiin sheegay leeya lama dumaya muxuu ahaa bali fansiya hawshaa iska ilaaliya dowladahan adduunka ka jira ha taageerina daa taageertaan maqribkuun la gaadhi maxaa tihiin waa isgaraysa متفق عليه وعن عاد بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد صحابي عاد بن عمرو المزني وحوصه قال عبيد الله بن زياد شيطان ورب ضنبه وإنك صمر حديث كباب كي صدق الله باتني استحد منك صمر ري هي حسن البسر وحكين ظالم فاجر وعلم ضد به وصحابة ضد به تيو أها شرأة أبي هنا ننحب أها سوى لبتركيس وذكرنا إنسان لكن واحد دامي ويل دقة دامي أنه دخل على عبيد الله بن زياد بوصه قال فقال له عبيد الله وحا لغو يري او صحابي عائدا كو اورنيا اي بني ويلكي وانا يراده نين ير وي اودغن وا وايل اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب ويلكي يقول اسغول ان شر الرعاء حول جير وحا او خير درن دد خول راعه دد خول راعه وحا او خير درن الحطمه كو خولا اسكو بربريا كو خولا اسكو جبيا او خير درن إن شر الرعاء أرجر حول جير حول دقه waxaa ugu khayr daran al hutamatu geela marka xoolaha la marina karin jiirta iyo wadada iyo malkada iyo tartiib u baahan yahay hadii la kaxayna tartiib usha inta lagu booba meel uusan mari karin hadii uu la iska dulki uu daadan uu jajabi uu dhamaani ibar bu noqonaya xoola dhaqal sida ma ah dib dhaman xoolo lagu raacin maayo galab walba hadad uu soo keento uu riil lugtu u laabanta iyo waxa lugtu u jabantooda sa u tuuriisa buf soo mushkila ma إن شر الرعاء حولها كو الرعاء وحاق خير دنا الحطمة نينك أمير كان والراعي بلشدان يا شعب كان هباب إن بور كدا قرد جيحة يتعصف يحد قدبك فإياكم حكا قد يبا أن تكون منهم كوا إنتك من نقطة كوا مضر لبا إنتك من نقطة متفقون على كسو جوابين عقل كسو مرتي وعان أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه قال وحور صحابه أنه قال لمعاوية حكير معاوية بن سفيان بن كير حلو أميرك أها سمعت رسول الله رسول كلاه بن مغلى يقول أسوغه له من والله الله شيئا ننكو إلهي أديب وحون طلال المسلمين تكمل من والله الله ننكو ربي أديب شيئا وحون من أمور المسلمين مسلمين طلال وضي ما ملكو ذا وفحتجب اسك حجابة اسك قرية كالباب حدا دون حاجة باهدو ذي سكي baahidooda meel ka soo yaani baahidooda in meesha ka qaban laha iyo albaab ka xiranaya waxba ka qaban maayo waa ka cararaya duuna xaajatim baahidooda sokodooda albaabka ka xidha iyo wakhalatim dhibkoodi iyo faqrim gaajadoodi alhaajatu walkhalatu walfaqru wakala darin bi unudha wa mabab taraqi xaajadu waa waxa hadii aad heshana danku ah hadaad weydana u dhiman meesha la qad u dhibaatoonaysa alhaaja waxaad u baahan tahay weeye hadaad heshana ku anfici hadaad weydana aad u dhibaato laakiin aad u dhimanaynin khalladuna waa midaa mid ka daroon laakiin saxariir silic baad ku noolaan ama alfaqru waa daruurada weeye waa tii nabiga ilaahay ka maangalay
أي وذادوا إلى أن كاد الفقر أن يكون كفرا. حديث مرفوع عن لوري وموضوع لوري يعني متك أسوى متك لفجب إسكن مطقع قبل نمدى ضن نمدى كاسار يا سو مرك فقر قاطرا أنت بنبي استبدلك نيجي سيدا يلو مسلمين تنتو وحون حلا أقب تأسوهم باهيد وحكاقة وأن الباب ذا كحده إن مالي أمران إيا مالي كرحنا من أي ويان احتجب الله إلهي باك حجابته دون حاجتي باهيد يسيب إلهي كحجابته وخلتي لبكيسي يوفقري سبو لمدكيس يوم القيامة مالك آخر رواية بها قليها أسل حديثك أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجتي وفقره أفقر ما يكون إليه إلهي بأن حريص كحرة حلو ويقول باهي بدون يوم قيامة يبنك قيامك الله تعالى يهاية إذن ويادلس كإلى لي سيدنا معاوية حديثك أمكم مغلم حيو سمي فجعل معاوية معاوية لي رجل ننبو سمي على حوائج الناس وحيو روران واد مسؤول بارس كان محوين أنا هاي باهي دون مدن موغا أنكرو حيال بدن باتشرة شياطين يكوا خوارج نواج شوغانو إقاضها يمرنا يدعوعي وحيو بدن باتشرة أدو هبلو دتك باهيد ودا ميل أفريسو حفيز بو سمي قد فريسو يدو مقي عيسي بو كورنا واقعي والو أقاضي باهيد دتك كورنا وحققبو وزير كمالية دا بيت مالك وحوال بو الله الله قضادي وحققبو وحكو قاعد كالا أنا قيسو قد يعني وذلك ورد المسلمين تأساسا يدوش داو بو داو الترمذي معي لي ننتابع مانع معاوسو قالي رقي ريما كاها مركز سؤاد عنانتي مركز المحل لي وحان كلها هبور هؤلاء الرعية كا اليوم وغدا هم خصماء كبور مركز وروح حقلي وحكوشي وحد فامي سعول كوا نادا وشعب كالرعية دادي آخرنا وكو كل الدود لهاي محكمة كلفو لها اليوم والرعية كبور وغدا هم خصماؤك برك اسكيل علي بوري نينا دكتور كل الدود وقرع على وكلف وري محكمات وتكدير قلوبي وحساب اسكيل عليني واسكر دوري هات اكو تشن بروش ايضا اسئل علي هو الترم ابو داود الترم واحد كوري مركم مسلمين تحلكو حير معها مدير مدوين علماء ومسؤولين دقيد ومسؤولين نكو ومسؤول معلمين القران هم مسؤولين وي عدالات بالغ الربا دلقات بالغ الدون ننول بحل بهايا امام هو مسؤول مؤدي هو مسؤول ننول بحل امض مسؤول ياي حلك سوى اللي سوى الدينية باب الوالي العادل وحو باب يا هي والي عادل كان مسؤول كعادل كامير كعادل كاجر كيسي حكم كيسو باب يعني قال الله تبارك وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان هذا ينصر الايه وقال تعالى واقسطوا قرصوره عداله كدقما ان الله يحب المقسطين الى يحوج عليه انت قرصورتي كتابك ربك كدقنتين بالمرين وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال سبعه تضبوا يظلهم الله الله هريه في ذله هوسك يوم لا ذل الا ذله ما الى هوسك الله ما هوسك لا اوسن جرين حديث كان وين صوم رواه غرنيسان مثل كوب الامام عادل لماذا وامام عامه اسقوا لو بلاوي مسؤول قرصور عادل دعائي سواء الله أقبله هبارك سواء الله أقبله إنك أدم مسؤول نقضه عادل نقضه ومضى ودحي هبارك سواء قلت ورهيا دعائي سواء مقبول ومحايا لي وهو عدل لي مد ما لا ندرك قالك عدل لي من كريم أودي المخالص بدوات كبري سنك تاجي تذكر رمضان قرصني بغيا كوفة ربان صدح ذي أودي أن صوشة آفدة يدبك وحوقي سني القوة الشهوانية البهيمية القوة الغضبية السبعية القوة الوهمية الشيطانية أيوة كوكو حوغيس مركا يقوال بطرامي كبر نين مسؤول يأود يحل يباور لحق أن إلهي كعب صنعي كتاب كرب يقول نقماي اسكر دورا يا لما هلو هدي اللي هلانا وحاوي ولي إلهي ووي أبي عثمان النهدي با وحوي مد عمر عبد العزيز مسوحوها ما يمن مهران لبضا مدبوها عمر عمرو إن الله كان ينعش بني إسرائيل بالنبي بعد النبي وإن الله انتعش المسلمين بكبور وفر صفق قيسة حول إلهي أمد الهبن وإسرائيل مرقوا حقوق ضعيفان ويدين تكتغان ويدلوبان نبي بكونوا لنشري أسو ساري شري أمد النبي محمدنا تدخل ونو ليات كوكا طيب الأضوء أمد الظلم حريي والله بابا أي
oo reer banu umayya qaybta dambe oo ummadu ku ciyaareen awaailkoodii mooyeen ummadu rogeen ayaa ilaahay asagu soo saaray. Waa la nafisay, carabka lala baxay, laba sano iyo bar uu khaliif ahaa. Waxay uga qiimo badnay boqol sano lasoo dhaafay, muslimiinta uga qiimo badnay. إمام العادل إمام قرصورة أوي وشاب كاللبادي نشأ في عباد الله تعالى إن الذي يرى إله عباد سك بربار أن رعد عي حمان إذا يرين أن لهين وكتاب رب يكون رقمايا ورجل ويكسد حد قلبه معلق في المساجد بالمسجد والرواية كلا إن المساجد جعله فعلها نكقيب قال يتجيء هدو كم قيا هنا آدي آد قلب مساجد كجعل قلبي وسلة جرو مد كأفراد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وأبو بسني عندك ما دام رور قرصوم مري لبني ويتحابا في الله إله درت سكج على هذا dan kala mala ijtamaa alayhi jacaylkaas ay ku kulmaan haday ka kulmaan way ku wada joogan wa tafarqa ala dhikra tagaan nin walba kii kale u soo hiloobaya oo qalbiga maanka maskaxda ku haya toyanaya ninku arkaba wareysanaya warwalkii hebelka warama ku haya wa rajul way ka shanaadi daacad wa imra'atu hawana ba usatu yirati dhatu mansab magac usahiba magac ee dhig bay leedahay sumcad reer wanaagsan bay ka dhalatay qoys la yaqaanay ka dhalatay يوا جمال بلعنا ولا وقرح سنتهي دق يا دبن بواله داي غبد فقال يني مركي عصت انه كما عصيتو اني اخاف الله الهي بان كبقيا او شرقم باي دمرك وي كدوان يي دمرك وي كخشود بين رغا تود اوو فاجرسن وي اني كخشود بدنت وي كخشون كم خشوني سان دنك رغ وها وي وا بهلو وي قمامه هيان وي لباح دلاو وي رغ دمرك وحشود وا زريقتان waxay rabaan ma xataa ma bariiri kara marka xagga ragga laga hadlaayo isku marka islaaskaga qiyaas qaadan ma ilaana macaanidooda kala duwan iyo awsaafta mu'athirada fi al-hukm faqala inni akhafu allah ilahi baan ka baqayaa yiri wa rajul ma kas ashan lihaadi tasaddaqa bi sadaqatin sadaqu la bahi fa akhfaha wa qari hatta la ta'lama ilahi san ogaanin shimalu bi ihdisu ma tunfiqu yaminuhu midigtu waxay bixinayso صدق إن لقرية يكون في عنتهاي ميلة خاصة أيها وناكس إن لموتيو لو حرقو دو مركا قاركو مركا لبا تجرتي صدق إن لقود إذا أدوني سوء ذاتك وحبحين وايان ونوال بيضهوس في رنيو باش إنا تفع عرب عسان تات صوت رطوت تسقر الرع هو الشيخ إذا قبات هذا ويحرتك وضا في ريان ونوال بأني أنا أويل هذا يا لدوني مركا صلى في عنتهاي ما كان لقرن يساقط وهاولا كله لكن أصل وحوي وحكم كود الزين يا كلبا أديك إخلاص كذي حالا دمر كاتعين لقيمة ورجل ويكس الضبادي ذكر الله خالي إلهي بحصوص تأسو كليجيا مع الله جوج مع عسد السمي حد قد بقول لي أنت ربنا حريست إلهي فضل جيسة قال لده وكقول لي أبالك وكوك قال لي كبير بقى نقول جس كأنه الله إلهي فضل جيسي بأن نقص عنا أقل نصنع نتاقنا وذكر ذكر الله إلهي حصوص إلهي كعب صديوي خالي أسوه كليجي ففاضل عينه وإني باشرب مي إلهي يبدي سي عدم دي سي عقابتي سمع حصوص يوحو فضلي دب أسوه قيستي دبات أمد أقيستي دين كان أقيستي نفتي سنة أقيستي مركاسو يوقل روضو خشية إلهي باقود عدم مركاسو أصنع إلهي تضبط هارين إلهي هاركيس يا عرش الرحمن أيو كتشرا متفق عليه إن أنت كبدين إنه وأنا صوت المن حدك ما كان صوم مرة هل قال لك مراجعي وعن عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين كوا قرصور عادلين تا إن أي حنين أي عدالة كل رقمة عند الله إله أكتس مالك قيام على منابر جمع منبر كراس السراء لورد قايا دير منابر تنو قال له كرسي دير بلغو فريسيني أو من نور النور لغا السميه عن يمين الرحمن والرواية بين يدي الرحمن والرواية كله وقعنت بانك مذيك الله دقائي إلهي مذيك ديسا كراس الله دادين إياه مانا كقيامة يقول لكم فريسان إياه ذات قرن بعد داغون إياه وكراس نور إياه ذات كو فريسان محمد ده هذه كل كرسي الروح كي قيمة بدا قف كو فريسان إياه قيمة بدا إن المقسطين عند الله على منابر منه الذين هو المقسطون المقسطون وأقوامه الذين يعدلون قرصورة عادل كنوضة دح دحات كنوضة في حكمهم قضوه هذا مركي قرر ذا هيان وحاجة قوين هيان وفير سهد إن بضم بوحان إلى الحكم في كتاب الله وسنة الرسول هدي الله إدلاقه والقضاء بين الناس إن لا عامم ومذهب الخوارج وحبال وخل دميك متهي سكوك هذا القضاء بين الناس
laba ishaysata kala xukunkood baa xukun la yidhaahda marka la idlaaqo kii hore marka ay casmiga ahaa ama goynta ahaa ama tanfiidka ahaa ama adaha ay dambeeyo ما هو الحكم عند العرب كأغري عبد الملك بن قريب الأصمعي معيلي والقضاء بالعدل بين الناس الحكم مكان مقش أصل كده واسدا قرآن كنا سدا صوت الماما نبي قادو سمرت الذين يعدلون في حكمهم أي في قضائهم وأهليهم يرركي عرورتي عرورت ضوك لا حتى هدي معقول وكرمات عرورتي هوانك إيو وأنا يوما ولو وحي عنتك كل جنون ما مولان نم حكم لا صار غير كادي maamulkiisa cadaalad baa laga rabaa dadka aad mas'uuliinta ka ah cadaalad baa laga rabaa alqadaa bayna su xukun baa lagu niba loo saaray waa laga duway asaga lagu bilaabay maxaa lagu bilaabay waa midka ugu culus ugu daran way alqadaa bayna nas garsoorka iyo fulinta maxaa soo raaca sharci dejin adduunka waxa ka jira indaasba dowladdu lagu sheegay waa qayb sharci dejin oo nimanka shaadiintii يا أصنام تيرك إلى يرك العابودة برلمان قالوا شو إيوه إيوه هي التنفيذ هي دوح فلوس ما حنا أسر رأي إلى كم تقولك حقها هي ابن جاني فردية كل هي التنفيذ بوليس وحنا سراكيشو أيضا كملتري كل هي التنفيذ بهوس تجاهية وزر لا شرع الدجية إيوه إيوه حكومة شرع الدجية نبى حكومة وقوم قضاءها محكمتها قرصورك إذا مركب والتشريع والقضاء والتنفيذ وصدح راح مستلوي أنه محلنا هي شرعية دشية إن الحكم إلا لله يا فولية يا حكومة وجد عفوا كتابكم عن الأول يا كهلنا يا بخاري مسلم يا كهلنا نية قانا إذا اجتهد الحاكم فأخطأ علماء حكومة إزا فقهاء حكومة يا يا فلان يا ملحوينها الى متك اوغو ير انغو شرعنا وا دجسن ياهي وحنا لو دجن ماي دستور ما باهنين وحنا وا ديار يعدلون في حكم اي في قضائهم واهلهم اي في اهل كودا مملكيسي اي دقالهودي كو غرد وما ولو وحي توليا وحي غانتا كو دغ مسؤول كيهين انت دون لا كاد معلمك وا cadaalad baa laga rabaa imaamka cadaalad baa laga rabaa muadinka cadaalad baa laga rabaa ninka biyaha qaybinaya hadda markaan afuunayso biyo lama qaybiyo cadaalad baa laga rabaa akhli wajiga karto uu tuuraya xirta masaakiintana waa ka boodaa ka waran ya dhalim soma iska ilaaliya biyar bal ugu dhiiba qayb bal waasi cadaalad u qaybiso culumada xagga culumada waxa ka jira xagga culumada waxa ilaaliya wadaadaha wada soomaa ma ayaga laga siiyo mundan gooni haday jirto waxa uu leeyahay la imo biyadu soo gadaatay ani isii laakiin wuxuu ummadu u qaybi waa inaad u sinto ninka biya cadaalad ku sameyn waayo ma badar baa cadaalad ku sameey iska ilaaliyaad iska ilaaliye rawahu muslim وعن عوف مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال السابق أصحابه وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله أنا مقضي خيار أئمتكم مسؤولين تنكو أقوى وناكسا خيار أئمتكم الإمام المقتدى به وروح الغضة يدوه وناك لك قد يدوه هدي حما لك قد يدوه هدي إمام وانقضى لك وعاين أي خيار أئمتكم مسؤولين تنكو أخير بضن الذين واكوا تحبونهم أتعيشهين ويحبونكم إذا جعل وتصلون ضد عين إنسان عليهم تشرد هدي نوليهين ويصلون عليكم إذين دعين هاي لهم مدو قرقار له وشرار أئمتكم مسؤولين تنكو أشر بضنا الذين كو يتبغضون من نعبته ويبغضونكم إذا نعبته هذا زمان كنا عينك كنا ريبا الليل هذا كنا عينك كيدا ذي كنا ريبا الليل هذا وان كتشعلي كيدا كتشان تيبا لابد وهوش هذي كتشعلي إنكم حدي أنا أنا كتشان تي تمشي شعلك وحسيقي وحسيقي حل دير إيه تمشي إذا قد دوشة فهم ميزان نبي قلت يبوك الله هذا أسوقوا مسلمين تنعبي أسوقوا وين نعهايا مسلمين تدوس تعلي سي ودينك قرقه أو نحريسته أو عادل النغضه أو دنه هذا كشق أيها بس علانا يب إلهي بام محبة قلبه هذا قل لي لكن ما كذ فاجر ظالم أكون نقطه نعبا قلبه الوجل واسل عمد إنسان
وتلعنونهم اللعنتان ويلعنونكم هداي دمتنا إذا لعنتي بلا كواس بلا يدافي بوله إلهي بارنقا سوقب تبالي دي. قال وحور السحابي وقلنا وعن يا رسول رسولك إلهي وهداي سداتاي أفلا ننابذهم مئان سيفت كتورو نبدو وعهدك يا بلنك يا حلك ما كتورو أون كبحنا ويا أون لدى قال لنمان كاس نمان كنا نعبنا وان نعبنا شرار الأئمة أفلا ننابذهم بالسيف أي بالقتال أحد يقول لي بلون كنت نكبحنا مئان ما لدى قال لنا قال نبحو الله ما يا لدى قال لنا حكب بحنا ما أقاموا فيكم الصلاة وميثال بعلوم ويداهدين نوحيدا تحديد ماها ومثال ضرب لإقامة الشرع ما يا ما أقاموا فيكم الصلاة أنت صلاة أوجها يا أنت دينك كف عنه حدود إلهي أحكام تسيكون رقمها يا لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما يا أنت صلاة أوجها يا كب حما يسأل راه مسلم هذو مركب بدعاء لي ما ده أو مدة كذا دعي علي ما ده جمهور علماء المسلمين لقب حواجب يقبال هذا كفر لي ما درى فقد وجب عليه الخروج بالإجماع وكل دوين مسألة خلاف ذا خلافها وبدعة الأسكوية من كفر با مثل كفر ما تأويلك كتش رؤية خلافك أما كفر مجمع أنك لي ما دائن لقبحها يؤسل مدحوين أن قنين مركان وعزل ما هي ينعزل بالكفر ويجب الخروج عليه إجماعا أحمد حوينا مكمجر أدنك شرعها بين الذي شيقين كون قبل هاي استمدح ويا الماء بين تضوي وفجروا قالوا سميستي زنادق هو اسلام شغلكم لها مالك كل سوق فرست مثلا لو قدام بيس مركوري ما دنب ما مقشين سحر ولا سحر كيس مكع الى وقالوا سحر ولا سحر كيس مكعه الى وقالوا وكاد كسو ويسيستو وكتاب القران كا وايده كقرو حيد ديق ديق حيد اما عاده اما كاد كقرو أما الجن كنتو قبل ذلك كسي تشيديو إسقاوي هبين ما أخنيسو أما كتاب قرآن وكو إستاغو أما سوغو وقاوم فطفطية ضبطبو قبل ذلك أقول تكيدو قال لما إلا أذكرنا عضال ليدي وذا ده الشيخ كتو تذكو قرآن وما أرقي السحر كاو كعم هاي ما مقشي حبين بارلمان نقون ميسد ومدحبين نقوم إلا أدقالو ذو تاقو قادة أدون كمانت waraaqo hore lagu siinay kaarka lagu siinay lagu leeyahay waynaad ee waxa ka sharaxan ii sheeg degme hebel oo laga soo dooranaya hebel kaarka ku qoranta gaalnimada ku qorantood fermanis malaba gaarin baa lagu doorto madax soo tagtay jaas gaar ah yeb shahaadada lagu siin certificate lagu siinay fermanis ee kaarka doorashada iyo in xubin lagu qaatay ah hadhow ama dhacid ama baastidi ayay ku qorantahay gaalnimada وإنها كلا قادة فهمة إسكيلة باشا عيادة وحن دور شوغة بانا يا بارلمان يو من مجرع عنو بانا قلية بلشادة مسلم كي أقليات كي دولة ده كو حسنو القالة ده هوس شوغة إلا مدى يكلية مسؤولين الله سمعي أيوغو أي نقضان جالية اسكو حران أو اسكو ورقبتة أو الدقيل أو علومة أو قضاد لو أيضا اسكو ورقبتة دور شانا كقيب قلي مايا وحاو دقاقين قالوا أيوها هردمين وان اسكسو قينا كي ماشا استيث هوس كي مادة يلا برسو قضينا هولها النو إلى لبنان ليرة بس دنا هانا جالية مسلمة ودلها كنول ودور بليان النهاي وركها نجا كبح مساجد النجا دعوة النجا هولها النجا نينكا شيلينكا صربا صو قاجيسان أو صرف هذا وسؤال من تي أو دورش الصقر يكبين بليان لقى عناي أو جبري مش صفر سريع ما نك هنيك لو بورسوق هذا هوش سوا ديار سمع وقتي جالد بعدين نجوا تهندى وطلعهم كنور نعوض أيام دورة شما قال اسم الدليل هولطة أيها قال نتخفي عن حكوا دعوة عقل الآن تنا الله يا أبانا وهذا وهذا إذا حبيبنا يا بني دي شجع يا فجراء هندى طلعهم كنور الولي ما يعوضيني ما كان بين جريان نعوض أيام شغلكم لها وأنا أمضى أقول نول في عن كيني لماذا وجالد سكحران قارن كون ملكو الرسول ويسكسوا قال شاي اسكعبي تقال الله ما افريقان قاس بابيو ماشي نك يماد لا بورسو وين با تقان مع سلام حافظ توغ ملها غبدو وا لو الىليا تود خن حتى لما اركو كلابيو دينكو غبدو نداتين او بابرت لغا سو دلدلا
kusoo arkaa kaasi kala biyo xunki gabadhii intii joogta dan kosto ilayhim baa u ilaashan boolis goona u shaqeeya ninkii soo dacweeyay Kenya joogi maayo wala waayaya den baa idin ka dhaadhiciyay doorasho wax lagu noqdo in biyo wax tar oo waxba kama jiraan in lagu yidid isfahama oo mad noqdo isku tashada oo si loo noqdo fahma maana walba doorasho dhacdo 120 in muslimiin lagu dilaa kuwana ogaadeen hadda Garis joog Airbus kaga dhiga dagoodiga iyo murli ishaq iyo garri joogay war maxay aad meeshi madeera ever boran ever oo maxad weydii boran iyo garri war waxa waxba kama jiraan hal ruuxu muslimi hadii lagu dilay waa xaaraan ma banaano waa lagu dilaa boqolaal ma maaks lagu dilaa dadka galiba ahay iska baday wax kale xulmada ugu lugeeyaysa indhaha kala qaado fikira وعن قوله صلى الله عليه وسلم يقول تصلون عليهم وحاويان تدعون لهم ودعاء الانسان وعن عياد بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ثلاثه اهل الجنه هو صدح ددك او هبيسن اهل كو امتا ان الجنه اي غلى النبي هو صدح ذو سلطان مقسط موفق ذو سلطان من صاحب طلاء مسؤوليات سلطان أود سياسة بوليه ومسؤول مقصد عدالة وقرصورة موفق لوافجيه لفعل الخيرات أود بوليه سياسة وحكم حقنا وعادل نين أود لينو كبرا لقوه أو سنقرصور بطني دش نفي الشيطان يا آدم هو صدقا بأقصده أبضنبا إن لها نين أود لسياسته حقنا عادل ونادر من الكبريت الأحمر مقصد وعادل ويقرصورنا إيحانين موفق هدنا حتى هذا هو حاول فالكو سمينا خير شرعي وافق سيئي وحالا وافجي إنه خير كالي مات شرع هذا قلنا قمو نينك الله بادي ورجل ويرحيم اليام العادل فدق يسوفك بابي هذا سأقال لقب الله تضبطينا هرسني سهوس كربنا سقال لقب الله بي ورجل وك الله بادي رحيم النحريستا نحريس بدن ذو رحمة ونحريس بدن ياي رقيق القلب قلب جلعسن يو قلب جلعسن ياي أود بعسن ياي لكل ذي قربة ومسلم نو البوق قرابي حجالة أما مسلمة مسلمين حتى قرابة هاي نكفك وهو نحريسنا يود قنية كوا قرابة سجون وحرنية كصدحات أصلاً نقيم بضم وعفيف عما لا يحل متعفف عن السؤال ذو عيال من كان صوتا نلهي لكرما نوحولك صدح هذا وعفيف من كتلو رسلا وحام بناني عفيف عما لا يحل متعفف عن السؤال والمسألة حيث كتلو رأي الدور سيئة توقسك يوحيسية وحام بناني وكفر صنيه وكدور صنيه حارانتي بنتي حانتي زندي توغنمدي واسكيلان لي متعفف عن السؤال والمساله سوغو باهان بايز قرصريه انت وحا او دهر وحان باهله لا قرسن كني بولي با غانتو ودو عيال ذو عيال وحاس عرور بو غانتو هيا وعرور له ان عرور فربضان له وحقنا حاران كدور صنيه سؤال كدور صنيه يعني وان له الكرمه ولذلك جماعة من السلف وحيدون جرين وكيدون جرين منكم هذا صاحب عيال ياي فقيرنا ياي مخرات ما قليل هذه سبحان الثوري بأولون جرين جماعة من السلف فقير ذو عيال لا تقبل شهادته ورواس يدي مدعي كرتي لينون وكبت بين خيانه حتى ايو ازدوان مرين عروت باد آبا وبيكو هيا ضب الله شدي الربان أردبح بين الربان باهيو ذو عيال قصيدة قبس التوكر سيدنا عبد الله مبارك وسو حجي مركو حجينا ينا إلى بقول روح وداد يحر علماء مساكين بحجي سينجري قافلة نبوت دل كي سيبو كيمة مركو نحظة مري عراق ما قالك مدى مري سو خراسان يبو هاي خراسان وركنا هذا أوزبكستان إيو كازاخستان إيو تركمانستان ايو افغان قيب كميد ايران قيب كميد دوين با واغا لسكو رنجري خراسان لسكو رنجري هلكا سو كيمين ما لي مرق ما اسو ايغو سوخدو كولنيد اي قلقله هيا يا شمبرا اي وتين نمنك لا سوخداي ديغاك با كدمت ميل قشن قوبي كتوره
abdullahi oo dad ka dambeeyo socda wuxuu arkay guri intii la furay gabadh inta ka soo baxday bay digaagta qaadatay baqtiga ayd meesha ay ku noqotay wuu istaagay wiilkii u shaqeeyay gurigaas dad gargaraacdo dadka ku jiray isoo ogow guriga gabadh baa ka soo baxday waa sidee maxaa digaagta baqtiga u qaadateen baahi baa noo geysay jiray se wuxuu jiray aabbaha nin ganacsado ahaan jiray dhaqaalo badan leh markuu duq naga dhintay annagoo gabdho dhowr ah iyo xoolihii la boobay dhaxal ficaanna maanan helin waan la dulmiyey xoolihii sidee ku baabeen inaan tuugsanna waan diidaynaa bakhtiga noo bannaan bay dhaheen meelaha wax lagu soo turaan hoos u qaadanna adigu xaggeed naga aragtay qaafiya dhan buu joojiyey ninkii u hayay sahayda u yeedhay maxaad haysaa intaasoo kun oo dinaar baan sahay u wadaa wuxuu labaatan dinaar ka soo reeb wixii kale ku wareejiy gabadhan wuxuu dhan buu ku wareejiyey inagayna celiya buu ihi labaatankan dina waxayna gaadhsiinaysaa mar waaweyn ugu simi dib inoo celiya xajkii sanadkan intaan inagu kharbayna celiya buu ihi sanadka xajku wuu baajiyey muxuu baajiyey wuxuu xaj ugu soo talagal oo dhan wuxuu ku wareejiyey dadka muslimiinta gabdhihii dhibanaa wuxuu yihi xajkii sanadkan waxaa inagu khayr badan gabdhahan aan badbaadinay ana caalima faqiiha macnaha wixii fahmi kara wey idinku waa la cumraystaa waa taqaana soo ma musaankadoo gaajo baaba ahay cumro ku oran cumratun fira tacdilu xajatan war xajka sunnada ah hee maxaa ka khayr badan baahida muslimiinta maanta taagan abaaraha dulanka faqriga xanuunka maanta taagan baa ka khayr badan wax fahma meeluhu shaydaanku idin fadhiistay ka mid tahay todoba dadka u fadhiistaa markuu macsiyada kugu kari waayo wuxuu kaa dhaadhicinayaa camal aan khayr badan buu kaaga dhigi camalka camal u khayr badan xaggaas wuxuulaha kaaga dhammaynaya sadan u dareemin oodan u aadin meesha khayrka badnayd nin buu wuxuu ka dhaadhicin qur-aanka aad u akhrisaadaha tuko waxba ha baranin tanaa kugu khayr badan safku hore gal war hal risaalo baro oo diinta baro camal ka khayr badan bacda towxiid in diinta la barta ma jiro tii buu kaa mashquulinayaa qur-aanka maanka toban jalaad la akhriyo safka hore lagu boodo wuxuu halkaa ku gaardibi kuleeya muxuu kuu diidanya inaad hal rubuuc cibaadaa barato mucaamalaadka barato wufaan asagu wuu yaqaanaa meelaha fadli waa xariif kumaankum soo jiray aabbeen aadan buu leegayaa dhagartiisu dhagar yar ma aha marka cafiif mutacafid oo ciyaal waa shay adag weeye saasaa loo ammaanay rawaahu muslim muslim baa idan ninkaa muqsidka qisadii qisadii dhex martay saalim ibn cabdillaahi dahabina uu ka xanaaqay aan idin xusuusi saalim ibn cabdillaahi ibn cumarba waxaa u yeedhay cumar ibn cabdilcaziiz alkhaliifat araashid baa u yeedhay hadde qarabana way waad garanaysaan bay ila tahay wuxuu yidhi waxaan rabaa awowgay cumar ibn khataab qaabku u maamuli jiray dhaqaalaha muslimiinta iyo sadaqaadka iyo zakawaadka inaad ii soo qorto siiradiisi ii soo qor markaasuu u soo qoray saalimna waa caalim biakhbaari abiihi yow awowgii kana waa awowgii cumar ibn cabdilcaziiz cumar ibn khataab waa awowgii dhanka hooye ah saalim ibn cumar waa awowgii dhanka dhaaba ah waa isfahannay wuu usoo qoray markaasuu u bogay siiradii kaasuu hadee saalimow hawshaan cumar uu samayn jiray anuu ma samayn karee seen ugu dhaqmahayaa wuxuu yidhi haddaad sidaa ugu dhaqantood cumar intuu samayn jiray samaysto fii zamaanika wa rijaalika adaa ka khayr badan cumar khadaab buu ihi takuunu khayran min cumara cinda allahi subxaanahu wa tacaala maxaa jiruu yidhi cumar xilligu isagu maamulahay ummaddan ee ummadda cadaaladda ku maamulahayay rag buu haystay buu ihi saxaabo ah muhaajiriin ansaar baa meesha taagnaa raggii diinka u gargaaray baa joogay zamankaa taageeraya ciidan iyo tolla waa haystay adugu maanta zamanna ku taageeri maayo tolla ma haysatid buu ihi xilliga aad taagantahay saa u qariban haddaad beegsato siirada cumar oo la timaado fa anta khayru min cumar cinda allahi subxaanahu wa tacaala dahab wuxuu yihi hada meel qulub qultu intuu yidhi wuu xanaaqay dahabi xanaaq sax ma aha xanaaqa dahabi wuuhi waa muqaalaad iyo mubaalaqa wuxuu yihi aw cumar cizadiisi maalinku islaamay islaamka cisoobay buu ihi beder buu ka qayb galay shaydaanka ka maraaqi cumar buu tiriyey xaggee ka gaadhahay ibn cabdilcaziiz hawshaa ka keenaya nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa muslimiin ee ugu iimaan badan bu ayuul khalaa'iqi acjabu iimaana cindakum saxaaba ku yidhi dadka ilaahay rumeeye ee diinka soo gala
dadka iimaankooda ugu daran yahay ugu cajab badan yahay kee weeye waxay dhahen waa malaa'igtu caa nabigu maya malaa'ig ilaahay baa ag joogaane waa rusushii ambiyada maya hadhi habeen baaba loo waxyoodaaye haddaba waa annaga yidhaahdeen dad saxaabana annagaa naga qatay nabi naga qadarsan nabi wuxuu idinku maxaa idinka maqnaa indhex jooge leyla nahar baa aratan qur-aanka degaya waxyiga socda anaaba idin dhex jooga de nabi alla dad malaa'igna u diiday ambiyo rasuulla u diida annagaa noodi xagad ku wadaa nabi wuxuu yihi dadka iimaankooda la yaabka yahay ee say alla u rumeeyeen ay cajabtatay waxa weeye dad aakhiru zamaanka iman doona nabi ma arag maysa arag malaa'ig maysa arag kitaab degaya maysa arag saxaaba maysan arag kitaab qur-aan soo gaadhahaya way aamini min daftar ilaa daftar waan ku dhaqmahayaan idinku mucjizaad badan indhaha ku haysaan baraahiin bad aragtaan wax bini aadan ku islaamada aragtaan buuro socdood aragtaan barakadii nabi maxamed baa dhexda maxaa idinka maqan dad uu fariin baa gaadhaysa waraaqo qoran baa gaadhaya markaasay baranayaan ku dhaqmay dadkaasaa la yaab leh iimaankooda xilligay fitanku bataan iyo fasahaadku sunnada laga togo ninka diinka ku dhaqmay sunnada ku dhagma kontan saxaabi nabigu la ajir yahay buuri hadiika sunankaad garanaysaan saalim marka qiimeyntuu qiimeeyey zamanka cumar ibn caziis iyo raggiisa iyo waqti waa ku saxan yahay laakiin dhihi mayno he cumar ibn khataab buu ka faadi badaya dhihi mayno laakiin meeshuu ka fiiriyey malxadka waa malxad daqiiqa tashhad lahu usuulu sunna باب وجوب طاعة ولاة الأمر ما يجب أن يقول هذا بل إنه يرى وحي يرى وإن يرى أن يقول هذا ما لك أساس كيف تقول والله سبحانه وتعالى أعلم بريق قلبتنا إن شاء الله تعالى محاضرة كثير تمسجد كأمين كلمة كلها إن شاء الله تعالى عدي مكرته هاي مادين إن شاء الله